اليوم لنحكي عن رأس السنة الهجرية اللي هي تعد تاريخ جديد للمسلمين وعهد جديد أكيد للمسلمين. كيف تم اليوم تاريخ المسلمين لرأس السنة الهجرية؟ كيف تم اعتماده؟ بنحكي عنها التفاصيل دينيا بشكل موسع أكثر. أكيد نور، يعني ونعم، اتخذ المسلمون من يوم الهجرة عيدا سنويا وبداية لسنة هجرية جديدة، فجعلوا الهجرة النبوية تقويما إسلاميا على مر العصور مشابها للتقويم الميلادي القائم على ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وللحديث أكثر مشاهدينا عن الهجرة النبوية، بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم السيد أحمد سامر القباني، عضو المجلس الفقهي العلمي في وزارة الأوقاف ونائب المشرف على مجمع الفتح الإسلامي. يسعد صباحك فضيلة الشيخ، وكل عام وحضرتك بألف خير. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن بألف خير وصحة وعافية. كل عام وأنت بألف خير وجميع الأمة الإسلامية بألف خير. اليوم خلينا نحكي عن تاريخ المسلمين بالسنة الهجرية. نحن عم نحكي عن أهميته اليوم ووقعه على حياة المسلمين. لما نقول سنة هجرية نحن مو فقط عم نحكي عن تاريخ المسلمين، عن مبادئ وأخلاق وقيم المسلمين. فخلينا نحكي بالتفاصيل. يمكن سابقا كنا نعرف هاي التفاصيل بالمدارس بشكل موسع، اليوم عم نشوف توجه بشكل أكبر لمواضيع مختلفة. فاليوم حاولنا نذكر هيك لو بلمحة بسيطة عن السنة الهجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. بداية بعطي لمحة عن التاريخ بالسنة الهجرية. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان قد عين على البصرة واليا وهو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فأرسل له كتابا مؤرخا في شهر شعبان، فوصل الكتاب إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فسأل من حوله: هذا شعبان لعامنا هذا أم لعام مضى؟ فقالوا: لا ندري. فأرسل إلى أبي موسى الأشعري فقال له سيدنا أبو موسى: يا أمير المؤمنين، أرجو أن يكون هناك ما نؤرخ به لكتبنا، لأن بالدواوين كاتبين شعبان 7 شعبان، شعبان أنه بأي سنة؟ قال: فجمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وشاورهم في التأريخ، فبعضهم أشار أن يكون التأريخ بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض أشار أن يكون التأريخ بوفاته، والبعض الآخر بهجرته، وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان مما اقترحه وأعطى رأيه أن يكون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت الفرقان صحيح والفيصل بين الحق وبين الباطل صحيح. فبدأ التأريخ بالسنة الهجرية من بداية شهر محرم. لحنا إذا منلاحظ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي طلع من مكة ب27 صفر، وصل إلى المدينة ب12 ربيع الأول، هدول 15 يوم. طيب طالما المحرم هو الشهر الأول بالسنة، بعده بيجي صفر، بعده بيجي ربيع، طالما الهجرة كانت بدايتها من صفر ووصل إلى المدينة في شهر ربيع، ليش منأرخ بالمحرم بداية شهر محرم؟ أولا لأن الهم بالهجرة، يعني الإعداد للهجرة، كان من شهر محرم صحيح، وسيدنا النبي سافر ب27، هاجر ب27 صفر، بس الإعداد بيأخذ وقت، ومثل هلأ منضب الشنتاية ونركض دغري، أكيد بده إعداد الموضوع. والأمر الثاني أنه لانتهاء الناس من أعمال الحج، والمحرم هو من الأشهر الحرم، فبدأوا التأريخ من شهر محرم، وكان ذلك في السنة 17 للهجرة. إذن من هنا بدأ التأريخ بالسنة الهجرية في تاريخ العرب وتاريخ المسلمين. طبعا بالنسبة لنا لحنا، هذا الحدث نعده أهم حدث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بإقرأ صحيح، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت بداية الرسالة والبعثة في العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا دائما بحب أذكرها، بقي في مكة 13 عاما ليس فيها صيام ولا حج ولا زكاة ولا صلاة في معظمها،
13 سنة هدلول كان يركز على العقيدة وعلى الأخلاق ليعطينا هذا الموضوع أمرين اثنين، الإيمان بالعقيدة لأنه جاء بترك عبادة الأصنام. صحيح. كان يقول أحدهم في الجاهلية إذا أعجبني حجر أخذته ونبذت الآخر، ويعبد الحجر هذا الجديد الذي أخذه، وهي حجارة لا تضر ولا تنفع. العرب كانت أمة وثنية قبل مجيء الإسلام، يعني تعبد الأحجار والأصنام، هبل، اللات، العزة، أصنام كبيرة. وموضوع آخر هام وهو الأخلاق، العقيدة، ترك عبادة الحجارة والإيمان بالله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صحيح. الرسول يقول أنا سبب بعثتي هو تتميم مكارم الأخلاق. هنا تجدر الإشارة أنه 13 سنة ما فيها تكاليف شرعية. صوري أنت أنه الرسول يصبر على ذلك هو وصحابته الكرام من أجل تصحيح العقيدة والدعوة إلى الأخلاق. الذي نزل في مكة هو فرضية الصلاة فقط، يوم الإسراء والمعراج فرضت في السماء الصلاة، يعني قبل الهجرة بسنة ونصف. نجي الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الشراء، الزواج، الطلاق، القضاء، كله بالمدينة المنورة بهالعشر سنين بالمدينة، أما 13 سنة التركيز على العقيدة والأخلاق. في هذه الفترة العصيبة في مكة المكرمة، ليش نحن نقول دائما الهجرة كانت الفيصل بين الحق وبين الباطل؟ كان المسلمون مستضعفين دائما، ما من نبي يقول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أوذي. صحيح. وما من نبي إلا وقد هاجر، بيترك قومه بيهاجر عنه. كل الأنبياء، هذه سنة الله في الكون. ليش؟ دائما اللي بده يجدد، اللي بده يطور، بده يجيب أفكار جديدة، أكيد إنا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما راح يكونوا مسرورين منه التقليديين، والتقليديين هن معظم المجتمع، فأكيد هذا الإنسان راح يكون منبوذ. كيف إذا كان مرسل من ربنا سبحانه وتعالى ومعه كتاب منزل ويدعو الناس إلى الهداية، وهناك مصالح سوف تتعطل، اللي عاملين أنفسهم أنه هن المكانة والشهرة والحسب والنسب وكل الأمور تكون من تحت رأيهم واستشارتهم، أكيد ما رح يعجبهم هذا الشيء، خصوصي لما بيكون في تقليد أعمى وإغفال للعقول. والأنبياء والرسل يأتوننا بدين العلم دائما، وبدين القراءة، وبدين الوعي، وهذا لا يناسب الكثير من الناس. فسيدنا عمار بن ياسر قتل أبوه ياسر تحت التعذيب، قتلت أمه سمية تحت التعذيب، سيدنا بلال الحبشي توضع الصخرة العظيمة على ظهره في مكة المكرمة في حر الرمضاء وهو يقول أحد أحد. كان في عهد استضعاف، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان بداية الدولة الجديدة. صحيح. لذلك دائما بنقول لحنا الهجرة هي الفيصل بين الحق وبين الباطل. فضيلة الشيخ، يعني كلنا بنعرف أنه بالمناسبات الدينية أو الأعياد الدينية تكثر دعوات الناس وأمنياتهم، آملين يمكن أنه رب العالمين يستجب لهم. خلينا نوضح اليوم شو هو الدعاء الخاص برأس السنة الهجرية. أولا، لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند بداية السنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الفأل الحسن. قال وما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة يقولها المؤمن. صحيح. التفاؤل أمر رائع جدا، ودائما لحنا لما بيكون في انطلاقة جديدة لبداية سنة جديدة، لما بيكون بالإنسان بيتزوج، لما بيجي مولود، لما بيفرح بأي شيء، أكيد بتبلش عنده حياة جديدة، بيكون في إلها الحياة الجديدة، إلها متطلبات جديدة. ولحنا دائما متفائلين، يعني بعد 13 سنة من الحرب على سوريا وحصار اقتصادي، لحنا دائما بنقول للناس استبشروا، والناس لما بدها تسافر انه لا تسافروا، هي بلاد الشام المباركه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طوبى للشام فان ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليه، ان الله قد تكفل لي بالشام واهله. ولما نقول الشام يعني بلاد الشام كلياتها، اللي بتشملها الرقعه الحلوه اللي هي اسمها كان سابقا سوريا الكبرى. صحيح. وتشمل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان،
كان اسمها سوريا الكبرى هي كلياتها، هي الخريطة السابقة اللي هي اسمها الشام ما بننساها احنا ابدا. بلاد الشام عانت الكثير، ونحن بنقول لهم دائما ما بعد الضيق سوى الفرج، اشتدي أزمة تنفرجي ما بعد الضيق سوى الفرج. بنقول لهم دائما استقبلوا هذا العام بدعاء لله عز وجل لأن يفرج عن الشام وأهل الشام وأن يعيد الأمن والأمان والرخاء لأهل الشام، وإن شاء الله بيكونوا دائما بسعادة وسرور. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال شهر جديد أن يقول اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام ربي وربك الله. وهذا معنى أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عم يستأنف كل شهر جديد بالدعاء بالأمن وبالسلام، وهي أعظم نعمة. قال عليه الصلاة والسلام من أضحى آمنا في سربه يعني في بيته معافا في جسده إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليه فأغمض عينيك. بس واحد غمض عينه يمشي بالبيت كم حيط بيطرق فيه كم ورا غرض بيوقع بالأرض بس ليعرف نعمة البصر. آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. قال كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ملك الدنيا كلياتها. فدائما هذا دعاءنا لحنا مع بداية عام جديد بداية شهر جديد أن ربي عز وجل يكرم كل إنسان بما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون إنسانا جديدا قد ترك ما مضى، عمل تقييم لأخطاء السابقة، بدأ حياة جديدة، لأنه الإنسان دائما خطاء. صحيح. كل بني آدم خطاء والرب غفور رحيم. وخير صحيح. الخطائين التوابون. صحيح. قيل لأحد الصالحين كيف أنت ودينك، شلونك أنت ودينك؟ قال له والله كالثوب. قالوا له شو كالثوب؟ قال تخرقه الذنوب وأرقعه بالتوبة. فدائما سبحان الله الإنسان هيك. فإذا الإنسان حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أكيد لازم كل إنسان يعمل تقييم لنفسه شو عمل وشو أخطأ يستأنف عمل جديد. أنا بدي أقول شغلة، يعني اليوم خلينا نفرح أولادنا ببداية العام الهجري الجديد ونفرح أزواجنا بالبيت. أحد الأشخاص بخطبة الجمعة قال لي أستاذ لا ضرر ولا ضرار، قلنا له عطوا عيدية للأولاد وللنسوان. قال لي أستاذ بنفرح على رأسنا. قال لي هلأ هل توصل الخطبة للزوجة والأولاد ببلشوا بقى يطالبونا؟ فقال لا ضرر ولا ضرار، لا أكيد لحنا فرحانين برأس السنة الهجرية. ولما بيكون عنا هيك مناسبة الحقيقة اليوم تحت الهواء كنا عم نحكي إنه اليوم لحنا أولادنا يمكن ما بيعرفوا الأشهر الهجرية، ما بيعرفوا كيف ترتيبها. صحيح. ولا بيعرفوا شو سبب تسميتها، ليش المحرم سمي محرم، ليش صفر، ليش ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية. صحيح. رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة، هدول 12 شهر ما بيعرفوا ترتيبهم، يمكن ما بيعرفوا شو معنات كل شهر منهم. إذا نحن مقصرين في كثير من أولادنا اليوم ما بيعرفوا إمتى بداية السنة الهجرية. خلينا نكون صادقين، هو المعتمد في التاريخ في سوريا وفي كل الدول العربية والإسلامية التاريخ بالسنة الهجرية. صحيح. إذا نحن مقصرين. بالإضافة إلى أنه نحن أنا بقول لهم دائما أنه نحن أصبحنا في فضاء مفتوح لا يمكن إغلاقه. صحيح. إجي لعند ابني وإجي لعند بنتي سكر لهم النت بالبيت، بيشتري شريحة هالقد صغيرة وبيشغل عليها نت، ما عاد في مجال لإغلاق. اليوم أصبح فضاء مفتوح. ثقافات العالم كله قرية صغيرة، ثقافات متعددة عم يفوتوا على صفحات يشوفوا اليوم الليبرالية الجديدة هي متحكمة بالعالم. صحيح. بدها تكون الإنسان لا يتبع لها أي عقيدة. صحيح. لا لمبادئ لا لقيم لا لعادات لا لتقاليد. بدها الإنسان والشاب والبنت ينسلخوا من كل هالشغلات. سيد الرئيس أكثر من مرة نبه على موضوع الليبرالية الجديدة وأهدافها، وقال لازم ننتبه كتير من أهداف الليبرالية الجديدة اللي بدها تسلخنا عن تاريخنا وعن ماضينا، ونحن هذا الشيء ما بنرضى. أرجو أنه لما نكون اليوم نحن عم نحكي عن بداية السنة الهجرية الجديدة يكون في توعية وثقافة من أهل البيت. وهذا اللي بدي وقف عنده، يعني هذا اللي بدي وقف عنده اليوم لنحكي عنه. لما نحكي عن السنة الهجرية الجديدة والمعاني الروحانية والقيم الأخلاقية، لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 عام
من أجل مثلاً يركز على العقيدة وعلى مكارم الأخلاق، فهي نقطة مهمة اليوم لنحكي عنها، عن الأخلاق اليوم بالدين الإسلامي. اليوم عم نحاول نشوف، إذا بدك تشوف السوشيال ميديا والإعلام الغربي عم يحاول يعني يشوه الإسلام بأبشع الصور. خلينا نحكي عن قيم الأخلاقية اليوم للدين الإسلامي. يعني نحن بنعرف الدين الإسلامي هو دين السلام، دين المسامحة، دين الغفران، دين المحبة. هي كتير مهمة اليوم نركز عليها مثل ما قلت، خصوصاً للجيل الجديد، لأولادنا نتوارثها بشكل دائم. خليني من الهجرة أطلع للجواب على سؤال تبعك. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، شو أول شغل يعملها؟ بنى المسجد. يعني مكان العبادة؟ لا، بهذلك الوقت نعرف ما كان في جامعات، صحيح، ما كان في مدارس، ما كان في مكان وزارة، وزارة داخلية تنظم شؤون الناس، وزارة شؤون مدنية، وزارة، ما كان في بهذلك الوقت مكان من أجل متابعة شؤون الناس. إذن لا في جامعات، لا في مدارس، لا في مستشفيات، لا في وزارات، لا في نقابات، ما في شيء. المسجد بهذلك الوقت ما هو دار للعبادة بس، هو كان المكان يلي تدار من خلاله الدولة، هو المكان الروحي الذي ينطلق منه كل مؤمن بإيمانه ويسمو بروحه من أجل أن يحسن علاقته بخالقه وأن يحسن علاقته مع أخيه الإنسان. الأمر الثاني، شو عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، الإخاء بين المهاجرين والأنصار. واحد جاي بصراحة، يعني اليوم وأنا بحب أذكر هالشي دائما، سامحوني لأني بحب سوريا كتير مثل أي إنسان سوري تاني. قديش سوريا تحملت، يعني قديش حصلت هجرات من الناس، شركس، الأرمن، الأكراد، المضطهدين، كتير ناس بالعراق لما صار الاجتياح الأمريكي اجوا إخواننا العراقيين، بالاجتياح الإسرائيلي اجوا إخواننا اللبنانيين. أنا بحب أذكرها، سوريا احتضنت الجميع ونزلناهم ببيوتنا. بحياتها سوريا ما عملت مخيمات مشان انه تحتضن الناس. هيك كان وضع بس انما تكون صعبة على النفوس، والله صعبة. فوت واحد انا عايش ببيتي وانسان لا بعرفه ولا بيعرفني، يعني الموضوع هذا ما له سهل. وعدد المهاجرين ما كان قليل، يعني كان عدد المهاجرين كبير بصراحة. وبالتالي يعني هذه المؤاخاة كانت عنوان جديد، انه لحنا لا يمكن ان ننهض بالأمة الا بالعلم، وعنوان العلم هو المسجد. الأمر الثاني، الإخاء. لا يمكن أن ننهض تنهض أي أمة، ما بدي أقول دولة، أي أمة لا يمكن أن تنهض إلا بالحب. الإخاء لأنه معناه الحب. شو معناته؟ أنه يجتمع سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وهو من الأنصار مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من المهاجرين، ويقول له بعد ما آخى بيناته الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له أشطر مالي بيني وبينك شطرين. قال له هدول مصاري، يعني معي مثلا 100 دينار، 100 دينار مو لعبة، يعني 100 دينار 100 ليرة ذهب، بعطيك نصهم باخذهم، ولي حائطان، حائط يعني بستان، لكن البستان إذا كان ما في له جدار يحميه بنقول عنه نحن بستان أرض، أما إذا كان في له حائط يحميه بيقولوا عن البستان حائط في اللغة العربية. وعندي حائطان أعطيك أحدهما، ولي أسمى له بينه وبينه بالنص، شقوة حياته نحن بنقول. إيه والله ما حدا بيعملها اليوم، بس هذا بيرجيك الإيثار، صحيح، اللي كان موجود بحياتهم بصراحة. أكيد. هالموضوع هذا قال له طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، أنا امرؤ تاجر. قال له بس دلني على السوق. الأخلاق اليوم لما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكثر الأعمال وأثقل الأعمال ميزانا يوم القيامة، أتوقع الواحد ترى الصيام، الزكاة، قيام الليل، الصلاة، هي أثقل شيء في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. لما نسمع هذا الكلام لحنا نعرف انه قديش ديننا عطى الاخلاق الحسنه مرتبه عاليه جدا. نحن اليوم هالامه لو ترجع لحدث الهجره
تحلله. والله يرحم، بدنا نترحم على شهيد المنبر والمحراب استاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الله يرحمه. له كتاب رائع جدا اسمه فقه السيرة النبوية، هذا مدرس بكلية الشريعة. مو السيرة النبوية، فقهها. الفقه باللغة هو الفهم، يعني الفهم الحقيقي لأحداث السيرة النبوية. لما بنرجع بنحللها ونشوف شو قال عن أحداث الهجرة، والله تصلح لأن تكون بداية ونشأة لأي أمة على وجه الكرة الأرضية. لما بنسمع مثلا احنا آيات الهجرة، طبعا معروفة آيات الهجرة بعدة سور من القرآن الكريم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لما بنسمع التحليل مثلا بالتفسير الجامع للسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، شو حكى عن أحداث الهجرة عند تفسير آيات الهجرة، كلام رائع جدا لازم نرجع له، حقيقة بيأثر بالنفوس، لازم يقرأوا أبنائنا وبناتنا. نحن كنا بأحد اللقاءات مع السيد الرئيس علق، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، بالنصب كلمة المفعول به للفعل جعل، بس ما أجت وكلمة الله، لأنه الله ما بيجعل كلمته هي العليا، هي من طول عمرها عليا. قال استئناف سيد الرئيس، قال هون مرفوعة لأنه هي حقيقة مطلقة لا تجعل، وإنما هي حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى زمان، كانت بالزمان ليست عليا والآن أصبحت عليا. قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ابتداء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نحن كثير من أحداث الهجرة ممكن نستلهم أشياء، أنا ذكرت مصدرين مهمين، صحيح. تفسير الجامع وفقه السيرة النبوية، كثير مهم أنه نرجع نقرأ فيهم ونعلم أبنائنا وبناتنا، صحيح. الشيء عن موضوع الهجرة. يعني كلامك جدا مفيد ومهم، بدنا نشكرك كثير، ويعني أكيد الكلام عن أهمية الهجرة النبوية بحاجة لوقت أكثر. بس بدنا نختم مع حضرتك، نرجع نعيد عليك، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن بألف خير. كل عام وانت والأمة الإسلامية بألف خير، وقلنا محطات أكيد قادمة في رحلاتنا الصباحية لنحكي بشكل موسع وأكبر. شكرا كثير لك، الله يسلمك وشكرا.